يوم بعد يوم بتزيد الأزمة والانقسامات في الداخل الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة والفشل حتى هذه اللحظة في تحقيق أي أهداف معلنة من اليوم الأول لهذا العدوان الغاشم، لدرجة أنه في حالة من حالات الغضب الشديد من اليمين المتطرف من قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بالسماح حتى بإدخال الوقود لغزة، وده ظهر بشكل واضح سواء في الإعلام أو على مواقع السوشيال ميديا أو حتى في المؤتمر الصحفي امبارح لمجلس الحرب الإسرائيلي وأسئلة الصحفيين اللي بتنتقد وبترى أنه في تراجع في القيادة الإسرائيلية لأنها قالت في بداية الحرب أنه لا دخول لقطرة وقود واحدة داخل قطاع غزة. خلينا نقترب أكثر من المشهد. معانا على التليفون الدكتور طلال أبو رجبة الباحث السياسي في العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير عليك. صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. دكتور، يعني احنا شايفين انقسام اسرائيلي داخلي وشايفين خلاف قد يكون ظاهر للعيان ما بين نتنياهو وما بين الجيش وما بين مجلس الحرب كمان بشكل خاص. لما نيجي نتكلم عن ماذا يحدث هناك في اسرائيل، حضرتك تقولي ايه اللي بيحصل ما بين القادة عندهم؟ يعني هو منذ البداية استمرار هذه الحرب التي تجنها اسرائيل على قطاع غزة تحظى بإجماع إسرائيلي كبير، لأن هذه الحرب انطلقت على أساس الانتقام من قطاع غزة عقب أحداث 7 أكتوبر. إلا أن المجتمع الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا يثق بحكومته ولا يثق بجيشه. في هناك حالة من غياب الثقة ما بين المجتمع الإسرائيلي وما بين القيادة السياسية. هناك أيضا حالة من عدم الثقة ما بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. لذلك سعى نتنياهو منذ اللحظات الأولى إلى توسيع مجلس الحرب من خلال دان جانت إلى مجلس الحرب أو إلى حكومته. هذا بداية. بالأمس اللي يعني إذا لاحظنا شو اللي حصل في المؤتمر الصحفي، نتنياهو كان يؤكد طوال المؤتمر الصحفي لمجلس الحرب على ضرورة توفير الدعم الوطني أو الدعم المجتمعي لاستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة أو استمرار الحرب في قطاع غزة، خاصة مع حالة التذمر التي بدأت تظهر في المجتمع الإسرائيلي بفعل المظاهرات التي باتت يعني تطالب بموضوع تسليم الرهائن، خاصة وأن نتنياهو خلال الفترات الماضية ربما تنصل من العديد من الاتفاقيات التي كانت يمكن أن تؤدي إلى هدن إنسانية في قطاع غزة مقابل الإفراج عن مجموعة من الرهائن، وهو يعني ما رفضه نتنياهو في اللحظات الأخيرة. ولذلك نتنياهو بدأ يشعر بأن هناك حالة من الزخم داخل المجتمع الإسرائيلي بدأت الآن يعني تتناقض مع التوجه الإسرائيلي باتجاه استمرار العملية العسكرية أو الحرب على قطاع غزة. لذلك المؤتمر الصحفي بالأمس إذا لاحظنا هو جاء من أجل أن يعني طلب فيه نتنياهو ضرورة توفير الدعم المجتمعي الإسرائيلي المحلي لاستمرار هذه الحرب، خاصة وأن نتنياهو أيضا في المقام الثاني أنه يدرك أن انتهاء الحرب يعني انتهاء مستقبله السياسي، وبالتالي إطالة أمد الحرب يعني إطالة بقائه على الكرسي، وبالتالي نتنياهو يذهب بهذا الاتجاه بشكل كبير جدا. لكن أيضا ما كشفته بعض التقارير، خاصة تحقيق صحيفتها آرت بالأمس حول أن جيش الدفاع الإسرائيلي هو الذي قتل العديد من الضحايا في غلاف غزة خلال أحداث 7 أكتوبر، هذا أيضا بدأ يغير من الوجهة المجتمعية أو رؤية المجتمع والرأي العام الإسرائيلي تجاه الحرب في قطاع غزة، وهو ما سيؤثر على سير العمليات، خاصة مع استمرار أيضا من الميدان يعني وجود ضحايا وقتلى إسرائيليين في الميدان. هذا من شأنه أن يؤدي إلى انقسام في الشارع الإسرائيلي اللي أصلا كان منقسما قبل أحداث 7 أكتوبر ما بين معسكر اليمين المتطرف ومعسكر اليمين باعتبار القضايا مثل قضايا الفساد والقوانين قانون القضاء وما إلى ذلك. كل تلك الأشياء كانت أصلا هناك انقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي حيدتها إلى حد ما أحداث 7 أكتوبر. ما بدأت تكشف الآن تحقيقات آرت بالأمس يبدو أنها ستذهب باتجاه تغيير وجهة نظر العديد في المجتمع الإسرائيلي من المستوى السياسي والمستوى العسكري، مما قد يؤدي إلى انقسام كبير داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا الانقسام وما سيؤدي إلى غياب وحدة الحال أو وحدة الموقف التي يناشد بها نتنياهو من العملية الانتقامية في قطاع غزة، وبالتالي تبدأ تخرج المظاهرات والمواقف التي تندد بالعملية العسكرية، خاصة مع استمرار
المشاهد الدامية التي تخرج من قطاع غزة وتغير كثيرا في موقف المجتمع الإسرائيلي. ذكرى مجلس قادة الحرب بالأمس والمؤتمر الصحفي كما أشرت حضرتك، تابعنا تصدير صورة للتوحد ما بين الآراء، آراء الثلاثة جالانت ونتنياهو أيضا فيما يتعلق بعدم وقف إطلاق النار حتى القضاء على حماس نهائيا. التحدث أيضا أنه لن ندخل الوقود، وكان غريب جدا حتى إجابة نتنياهو، وعايز رأي حضرتك في هذه الإجابة، أنه حينما سئل من أحد الصحفيين لماذا أدخلتم الوقود، قال أدخلنا الوقود تحت ضغط أمريكي، وأن هذا الوقود فقط حتى لا تتفشى الأمراض في جنوب قطاع غزة، وللحفاظ على جنودنا، جنود جيش الدفاع على رأيه طبعا هو جيش الاحتلال، ولم يذكر البعد الإنساني إلا سريعا، فقال إدخال الوقود تشغيل محطات تحلية المياه حتى نحافظ على جنودنا الموجودين في غزة. كيف تابعت هذه الإجابة، وكيف تابعت أيضا مخرجات هذا المؤتمر؟ هو نتنياهو يدرك أن استمرار هذه المعركة له عاملين يساعدان على استمرار هذه المعركة. الأول هو الإجماع الداخلي في إسرائيل من الانتقام من قطاع غزة، أيضا العامل الثاني هو الدعم الأمريكي لهذه العملية أو الإجماع الأمريكي على هذه العملية. بالتالي نتنياهو عندما ذهب إلى إدخال الوقود هو لم يدخل للوقود لأسباب إنسانية، هي دخلت الوقود بسبب الضغط الأمريكي، لأن هناك ضغطا أمريكيا طلب منه أن يدخل الوقود، وهذا الضغط كان لابد أن يستجيب إليه، وإلا إذا لم يستجب إلى هذه الضغوطات الأمريكية كان نتنياهو سيخسر بشكل كبير جدا، أولا الدعم الأمريكي، وسيرفع عنه الغطاء الأخضر الذي كان قد أعطي له من الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية كل جرائمه في قطاع غزة. شكرا جزيلا دكتور طلال أبو ركبة، الباحث السياسي في العلاقات الدولية.